السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا، ملف قاطني دور الصفيح يطرح أكثر من علامة استفهام. آخر المستجدات في الملف ديال قاطني دور الصفيح، عملية الهدم، هناك عملية هدم وحيدة بالملحقة الإدارية الثانية، وكذلك عملية هدم وحيدة بالملحقة الإدارية السادسة. الحمد لله أننا ما كنشوفوش توقف الهدم مرة، والملف مستمر رغم البطء ديالو. كاين إكراهات، كاين أمور اللي خاصها تقاد صراحة. كما كتشوفوا معنا الآن، كنتواجدوا بالجنبات ديال دوار أهل الحارج ودوار بن ناصر الشمالي، ودائما كنحاولوا نقربوكم من بعض المعطيات والمعلومات المتعلقه بالملف ديال قاطني دور الصفيح. فالناس كيسولوا امتى غادي يكونوا الشكايات، امتى غادي يدرسوا هاد الشكايات. فالشكايات باقي ما كاين عليهم حتى شي اخبار، ولكن اللي مؤكد هو انه اللي كيستحق شي حاجه غياخذها، واللي وقع فيه الغلط غادي تصحح له الغلط ديالو وغياخذ الاستفاده ديالو. ربما ما يعاب على عملية الهدم وأن كنشوفوها مشات من بلاصة لبلاصة لبلاصة أخرى وما تفيناتش. هذا صراحة كيطرح أكثر من علامة استفهام، أشنو المغزى؟ في الوقيتة اللي شفنا عملية الهدم في الملحقة الإدارية الثانية والسادسة والثالثة بدات، فكان الأولى أننا نشوفها غير في الملحقة الإدارية الثانية، وكنا غادي نشوفوا دوار أهل الحارس ودوار بن ناصر الشمالي في خبر كان، ونبداو ديك الساعة في دواوير أخرى والأمور تمشي مزيانة. ربما هي دراسة خاصة بالجهات المسؤولة، هما أدرى بهالطريقة هذه اللي دارت. فنتمنوا من الله، حنا من جهتنا كنتمنوا من الله أنه يتشاف ويتخاد بعين النظر الأسر اللي خلصوا الكريدي ديالهم. دابا عام ونص هما كيتسناو باش الكريدي يدوز ليهم، ويتخاد بعين النظر الناس اللي خلصوا الكاش ومخلصين الكاش بالشهور دابا، وباقين في البراكه ديالهم، باقي ما دخلوش للشقاق ديالهم. فكنتمنوا من الله الخير، ونتمنوا من الله تسهيل المساطر باش الامور تكون مزيانه. الناس اللي سبقوا دخلوا للشقاق ومشاو للبساتين وميموزا، فالناس فرحانه بالشقاق ديالها، الناس عجبهم الوسط الجديد بالنقا ديالو بالمسائل ديالو. ربما الحوايجات اللي خاصها يتزاد، وخاصها يتزاد ترونسبور شي شويه، خاصها يتزاد ترونسبور، والامور ان شاء الله راه غادي تكون مزيانه. خاصها يتزادوا مدارس كذلك، مع العلم ان الحمد لله لحدود الساعه المدارس مغلوب على امرهم، ولكن ملي غيتم الترحيل ديال ارقام اخرى اللي هي كبيره فاكيد غادي يكون الخصاص. فنتمنوا من الله على حسب من المعلومه اللي كنا توصلنا بها انه كل سنه غادي تزاد مؤسسه، فنتمنوا من الله انه يتزاد واحد جوج مؤسسات في هذا الصيف ولا ثلاثه دفعه واحده، اللي غادي يخفوا العيب وغادي تكون الامور مزيانه ان شاء الله. نتمنوا من الله الخير والتيسير، ونتمنوا من الله انه الملف ديال قاطني دور الصفيح يمشي بواحد السلاسه، ونتمنوا من الله المشكل ديال صحاب الشكايات يتحل، وصحاب الكريدي وصحاب الكاش، ونشوفوا الامور غادي في الطريق الصحيح. للتذكير فقط، في عمليه الهدم اليوم على بجوج براكات في انتظار عمليه الهدم الكبيره المتعلقه بصحاب الكريدي. كذلك نبغيو ناكدوا انه من بين الاشكالات اللي كاين هو التيتر ديال السيكتور 7 ان شاء الله عما قريب، وتأقرا ان شاء الله النوطير غتقضي الغرض وغتكون الامور مزيانه عما قارب. نتمنوا من الله الخير ان شاء الله في راسكم. نتلاقاو في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.